فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وكذلك العجم وهم من سوى العرب من الفرس والروم والترك والبربر والحبشة وغيرهم ينقسمون إلى المؤمن والكافر والبر والفاجر كانقسام الأعراب. كذلك العجم على اختلاف أجناسهم من فرس وروم وترك وبربر وغير ذلك، هؤلاء يقال لهم العجم لأنهم لا ينطقون اللغة العربية فهم عجم. هؤلاء لا تذم العجمة مطلقة، وإنما تذم في الجملة، مثل البادية تذم في الجملة: فمن العجم من هو خير من كثير من العرب. ولكن في الجملة العرب أفضل من العجم، هذا من حيث العموم. أما من حيث الأفراد فعلى العكس، قد يكون في العجم من هو خير من آلاف العرب. ومصداق هذا واقع في الأئمة الذين ظهروا في الإسلام من العجم.